يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يذهب بثيابه إلى المكوج لكي يغسلها أم لا يجوز له؟ سبق أن أجبنا عن هذا السؤال، قلنا غسل الثياب ما هو ضروري، غسل الثياب ليس ضروريا إن كان من باب النظافة، أما إن كان غسلها من النجاسة فلا بد من هذا، يخرج ويغسلها من النجاسة، أما غسلها للنظافة هذا ما هو ضروري. نعم.